قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإرسال القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستقناع الرأي الشرعي فيما أسند إليه. الخميس الموافق 17/2/2022 للنطق بالحكم وأمرت باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية. مبروك يا دعان. النهارده ما كنتش عايزة أحتفل معاه، ما كنتش عايزة أحتفل بموته، ما كنتش عايزة أحتفل بموته، كنت عايزة أحتفل وهو بيناقش الدكتوراه، كنت عايزة أحتفل وأنا والدة وهو شايل ابني. أوعى سيبني، سيبوني سيبوني. أنتوا بتضحكوني على موته، ده أنا افتكرت إنه كده مات. أنتوا فكرتوني إن هو كده مات. أنتوا كده فكرتوا بحتفل بإيه؟ بآدم اللي قتله وموته. كنت أحتفل وهو شايل ابني، أحتفل بعيد ميلاد ابني، بعيد جوازنا، بمناقشته للدكتوراه، بحتفل بإعدام اللي قتله. ده انت مموته بعد عيد ميلاد ابنه التاني بيومين. الحمد لله الحمد لله، ونصر الله قبل اي كل حاجه. ما شافش منه الا كل خير، ما شافش منه الا كل خير. كنت عايزه احتفل بعيد جواز لينا، كنت عايزه احتفل وهو معاه بياخد الدكتوراه. كان ناجح وطموح، ونعمة بالله. كنت شهيد يا بنتي، شهيد. انا لله وانا اليه راجعون. كده عز احمد النهارده، كده عز احمد النهارده بعد ما القضاء جاب لنا حقنا. كده عز احمد النهارده. يحيى العدل فعلا، يحيى العدل فعلا، يحيى العدل. يا ولدي يا ابني يا ولدي، حاجة لك يا احمد، حاجة لك يا احمد، حاجة لك يا ولدي، سلامتك يا ولدي، الف سلامة، سلامتك يا ولدي، الف سلامة عليك يا ولدي. سلامتك يا احمد، الف سلامه. سلامتك يا حبيبي، نام وارتاح، نام وارتاح يا ولدي. عداله السماء نزلت من تحت عرش الرحمن، نزلت من تحت عرش الرحمن لانصاف المظلوم، لانصاف المظلوم. شكرا لقضاء مصر، أمن وأمان الوطن. شكرا لقضاء مصر، أمن وأمان الوطن. شكرا لقضاء مصر. الله أكبر. نعم يا أحمد. أنت مرتاح في الجنة ونعيمة، مرتاح في الجنة ونعيمة، الحمد لله. أنت مرتاح الحمد لله، في الجنة ونعيمة، في الجنة ونعيمة يا حبيبتي، في الجنة ونعيمة. يحيى العدل، شكرا رب، في الجنة ونعيمة. تعالي يا مرتاح، الحمد لله، الحمد لله الذي لا تضيع عنده حاجة أبدا. ربنا ذكر كل حاجة، ربنا ذلك هو الحمد لله يا أمه، الحمد لله، الحمد لله. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. تعالي يا أمه، الحمد لله، الحمد لله. Thank you.
Thank you.